السلام عليكم. قام مواطنو 68 مسكا بحي سلمي طاهر بلدية شابطة مختار ولاية الطرف بوضع حد لامرأة بعد الاشتباه في تحويل شقتها إلى مكان لممارسة الرذيلة في حادثة إخلال بالقيم والحياء. تفاصيل الحادثة حسب ما كشفت عنه مصادر محلية تعود إلى منتصف ليلة السبت، أين قام شباب حي سلمي طاهر بمراقبة إحدى الشقق المشبوهة بممارسة الرذيلة وإدخال أشخاص غرباء يوميا، ويتعلق الأمر بامرأة في العقد الرابع من العمر ولديها ولدين توفي زوجها خلال الأشهر القليلة الماضية. وبعد ترصد شباب الحي دخول شابة ورجل قاموا بمراقبة العمارة والتحركات المشبوهة لمدة طويلة ليقوموا بعدها بمحاصرة المنزل والاتصال بمصالح الأمن، والذين تنقلوا إلى شقة المرأة وقاموا باقتيادها إلى مركز الشرطة رفقة شابة ورجل لتحقيق معهم. وحسب ذات المصدر فإن صاحبة البيت تعتبر من بين السكان الجدد الوافدين للحي، أين تقوم هذه الأخيرة بإدخال أشخاص غرباء يوميا إلى شقتها وفي ساعات متأخرة من الليل، وهو ما دفع شباب الحي للتنديد بهكذا حوادث وظواهر غير أخلاقية بطريقة واعية، أين تم الاتصال بقوات الأمن وإبلاغهم، وكان التدخل بحكمة في الشقة المشبوهة بممارسة الفسق، حيث قامت قوات الأمن السريع بإخراج المتهمين واقتيادهم للتحقيق.